بنعرف الطفل قديش عنده نشاط زائد وحركة زائدة، ممكن يتعرض لحوادث كتير ممكن تأثر على أسنانه. خلينا نحكي مع الدكتور عماد الأيوبي عن رضوض الأسنان، شو بنقصد فيها وكيف بيتم طريقة علاجها. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك وكل عام وانت بخير. ينعاد عليك. انتم بخير لكم للسادة المشاهدين. يسعد صباحك. خلينا نبلش مع حضرتك بالبداية، تعرفنا أكثر رضوض الأسنان عند الأطفال وكيف، يعني خلينا نقول كيف بتصير، هل هي فقط نتيجة مثلا طفل وقع أو صار معه مشكلة أو لا في شيء مثلا تصرفات أو عادات خاطئة ممكن أنه هي تسبب هاي الرضوض؟ تمام. بداية هلأ مشكلة الرضوض بالنسبة للأطفال على الفم بشكل عام هي مشكلة منتشرة بشكل كبير، يعني الأبحاث بتقول وسطياً نسبة انتشارها بالطباق الدائم بتوصل ل 24%، يعني تقريباً ربع الأطفال، طبعاً وين كانت بدرجات مختلفة. هلأ أسبابها بتختلف على هو عمر الطفل، يعني بداية طفل صغير هلأ عم يمشي عمره سنة ونص سنتين، ممكن هو عم يمشي يوقع. صحيح. طبعاً بهيك مرحلة ما بيكون فيها المشاكل الكبيرة، أول شيء طفل قطعته لامة وصغير وعم يزحى، ثاني شيء العظم اللي بيكون عنده إسفنجة وبالتالي ما بيسبب كتير مشاكل. بيكبر شوي الطفل بفوت على المدرسة، خصوصي عند الشباب يعني نسبة الإصابات عند الذكور ضعف عند الإناث. طبعاً بيصير بيمارس رياضات معينه، بيصير بيفوت بخناقات مع رفقاته وكذا، بتزيد هالمشكله. لهيك السبب الاساسي للرضوض هي الصدمات اللي بيتعرض لها، سواء كانت نتيجه رياضات عنيفه او ممارسات خاطئه مثل ما حكيتي. يعني احيانا عند الشباب كمان للاسف بيكونوا لسه طايشين، مثلا بيتحدوا بعض انه ممكن تفتح قنينه البيبسي مثلا باسنانك كذا، هالشيء ممكن انه يعمل عنا كسور او رضوض بالاسنان. لهيك هي مشكله شائعه، طبعا بيختلف تدبيرها على هو العمر وعلى هو شدتها. يعني مثلا بالنسبه للاسنان المؤقته، بفرض صار عنا رض على اسنان مؤقته، ممكن يصير في عنا كسر نعالجه او ممكن يصير في حتى انحلال السن بشكل كامل من مكانه. هلا بحاله الاسنان المؤقته غالبا بتكون المعالجه انه ما بنعمل شيء. إذا نخلع السن ما بنرجع لأنه بنخاف نأذي برعم السن الدائم، بينما لما يصير على الأسنان الدائمة هون في عنا تدابير معينة يفترض أنه نحكي عنها، لازم نأخذها بعين الاعتبار. طيب خلينا نحكي تدريجياً عن التدابير بما يخص رضوض الأسنان، وقلت ببداية حديثك مختلفة هي أساساً حسب الشدة، وبنعرف بالسنوات الأولى تختلف طرق العلاج لأنه في عنا يعني الأسنان اللبنية مثل ما بنحكي بالعامية، في أسنان بديلة، بس في حالات بتكون الشدة فيها قوية، لا بيكون في إجراءات وتدابير بتكون أقوى، يعني بنشوف حالات ممكن يصير في خلال السن بسبب وقع، يعني بنشوفها كثير حتى بالعيلة، طفل صغير وقع انكسر أسنانه أو انخلع، وهون بيكون في تدابير أخرى غير إنك تترك السن، ممكن يتم عملية زرع، ممكن يتم إجراءات أخرى لهي الحالة. هلا تعرض الطفل لرض ممكن يصير عنا إما بس يقتصر على كسر بالسن، أو ممكن يصير في عنا شيء بنسميه انخلاع ممكن جزئي أو ينخلع بشكل كامل، أو حتى ممكن تكون المشكلة أكبر من هيك توصل لكسر بالعظم السنكي أو حتى العظم الفك. يعني المشكلة على هبة قوة الصدمة، في عوامل بتأهب إنه تزيد هالمشكلة بالنسبة للأسنان. مثلا في عنا بعض حالات سوء الإطباق، مثلا طفل عنده بروز بالفك العلوي أو أسنانه مثلا بهالشكل، في عنده سن لحاله بالواجهة، لهيك ممكن أي طرقة عليه بتسبب إنه ينكسر أو ينخلع. لهيك دائما بنقول حتى أحد بيجوا لعنا الأهل إنه نساوي له تقويم هلأ ولا لبعدين، لأنه لا الأفضل إنه يكون هلأ، لأنه بغض النظر إنه التقويم ممكن إنه يتأجل، بس هلأ أي ضربة بده ياكلها لو خفيفة حتأدي لكسر الأسنان. هلأ بيجي لعنا الطفل، يفترض أول شيء بننبه دائما الأهل يكونوا معنا يهدوا حاله، لأنه أي معلومة بدنا ناخدها حتكون منا مفيدة لنا. يعني مثلا مكان الكسر، مكان الرض اللي وقعه، هو كان على الأرض على بلاط ولا على التراب؟ يعني إذا كان في عنا احتمال أنه تلوث بالتراب يفترض أنه يأخذ إبرة كزاز فورا، أو إذا كان أخذ إبرة كزاز من أكثر من 5 سنين يفترض أنه يأخذ جرعة داعمة. هاي أول نقطة، بيفوت لعنا الطفل الاهل بدهم يكونوا واعيين تماما شو اللي صار معه، غاب عن الوعي ولا ما غاب عن الوعي، صار في عنا سيلان من انفه او لا، كل هي مؤشرات ممكن تاثر على مشاكل، يعني تعطينا مؤشرات لمشاكل صايره ثانيه بعيدا عن الفم والاسنان. اي رض يفترض انه يراجعوا الطبيب، احيانا خاصه بالاعمار الصغيره وقع على دقنه، الاهل ما اخذوا عطوفيه، توجع شوي الطفل بعد ممكن تاثر على المفصل، بياثر على النمو، ممكن يصير في عنا كسر، بيكون كسر ممكن هلا انه نعالجه بعدين يصير لا ياثر لنمو الفك باتجاه ويصير في عنا عدم تناظر بين اليمين واليسار. يعني هي كلها مشاكل كبيره ما بتكون واضحه، يفترض ناخذها بعين الاعتبار. بعدين بعد ما اطلعنا على كل هالقصص وشيكنا عليها بنيجي لقصه السن.
السن يفترض مثلا اذا صار في عنا انكسر شقفه منه او انخلع بشكل كامل يفترض ينحفظ بوسط بعيد عن الجراثيم وبوسط رطب. يعني احسن شيء ممكن انه ينحط ضمن حليب اذا كان موجود، ما كان موجود بنخلي الطفل اذا كان واعي يحطه بتمه ضمن اللعاب من هون لحتى يوصل لعنا. إذا وصل لعنا وكان ضمن، وطبعاً كل ما كانت الفترة أسرع، يعني للأسف في من فترة قريبة إجتني حالة دغري كلع الطفل سنه للطفل بشكل كامل وانكسر السن اللي ناحه، الأنسة بالمدرسة كبتهم بالزبالة لحتى إجوا الأهل دوروا عليهم وجابوهم. طبعاً بهيك حالة إحنا عملنا الإجراءات اللي لازم نساويها، بس كنسبة نجاح بتكون كتير قليلة. كل ما كانت الفترة أقصر وكل ما نحافظ بشروط عقيمة ممكن يرجع ينحط السن ينزرع ويرجع يتقبله بوضعه الطبيعي تماماً، أو على الأقل بيعيش على الأقل 10 سنين معنا إذا حفظ ضمن هالشروط. معناتها نحفظ السن، اول شيء نعرف تماما الظروف اللي عايشين اللي صار فيها الكسر او الرض، نحفظ السن اذا كان بشكل كامل مخلوع او القطعه المكسوره وبوسط رطب وقدر الامكان يكون ما في جراثيم، مباشره نراجع لعند نراجع الطبيب. نحن هون لما يجي لعنا الطفل في عنا بعض الاجراءات اللي بنساويها، اذا لقينا الانسب انه نرجع القطعه المكسوره ممكن نرجعها، اذا السن كان لقينا بحاله مناسبه نحن على كل الاحوال بنحاول نرجعه. رجع وصار في عنا استجابه طبعا بعد ما نرجعه بنساوي تثبيت للسن مع الاسنان المجاوره، هو عمليا بدنا نعتبره مثل كسر. كسر وبالتالي يفترض انه يتجبر لفتره اسبوع او اسبوعين، وبعدين ممكن نفك المثبته ونراقب الحاله، ممكن طبعا نستأصل اللب نسحب عصب السن او لا على هو حاله السن وعلى هو الوضع اللي نحن فيه. طيب دكتور، بهي الحالات اللي بيتم فيها هذا النوع من المعالجه، نحن عم نحكي عن صدمات ورطود كبيره ادت بعضها الى كسر بالسن او خلع السن كله، هل بيتم في مثلا توجيهات معينه بتنعطى كمان للحفاظ عليه، مثلا انه مثلا ما بقى ياكل شغلات قاسيه لفتره معينه، مثلا كم ساعه في انواع من الاكل مثلا ما بتتاكل، هي الامور كمان موجوده؟ تمام طبعا. هلا اول شيء نحن لما نساوي عمليه اعاده زرع بدنا نوصف صائدات حيويه بشكل المناسب. تمام طبعا، لا شكل مبالغ فيه ولا انه ما نوصف، بما يفترض نوصف صادات حيويه باعتبار نحن عمليا هلا صرنا عم نزرع جسم صار جسم اجنبي باعتبار طلع وصار في عندنا تلوث، يفترض نوصف صادات حيويه. ثاني شيء بالنسبه يفترض يتبع حميه غذائيه تعتمد على السوائل لفتره على الاقل اسبوع او اسبوعين. طبعا واضافه للمسكنات اللي يفترض انه ياخذها، يعني يداري كثير السن خلال هالفتره، حيكون في عنا ازعاجات ويعتني كثير كثير بالعنايه الفمويه، لانه اي تسرب جرثومي كمان سواء كانت لويحه، احيانا الاطفال يصيروا يرجعون شوي ما يقربوا فرشايه الاسنان عليه او يبعدوا عنه، لهيك لا هالشيء بيزيد المشكله. يفترض العنايه الفمويه الاهل يضلوا مساويين كنترول عليها ومحافظين عليها تمام. طيب حكيت عن بعض الحالات رضوض الاسنان، خلينا نحكي عن حالات الشائعه بشكل عام. كونك دكتور مختص، لانه بنعرف في كثير حالات هي بتتكرر بشكل دائم بالسنوات الاولى بسبب حركه الطفل الدائمه، شو هي الاكثر شيوعا عند رضوض الاسنان عند الاطفال؟ هلا بالنسبه للاطفال الصغار اكثر شيء شائع هو رضوض على الاسنان الاماميه على الثنايا. تمام، هي اكثر شيء ممكن نتيجه حسب الشده، يعني ما بتحسها هي رد قوي حسب شدتها. هي لعمر 8 سنين كثير شائع، يعني مثل ما قلنا بالاعمار الصغيره وقع فزرت شفته وجعه سنه انكسر طرف سنه، هذا كثير اجراءات بسيطه، بس بالاعمار الاكبر خصوصا الرياضات العنيفه وللاسف اللي ما بيلتزموا انه يحطوا الجاردات، يعني رياضات عنيفه سواء ملاكمه تايكوندو او اللي هو ما بيصير اللعب خصوصي عند الاطفال اذا ما كانوا حاطين صفيحه داخل تمه لحمايتها. هي اكثر شيء بنشاهده. اللي بنشاهده بعدين العادات السيئه، يعني مثلا جوز بده يفتحها، بس هي غالبا الكسور بتكون على الأضراس وغالبا بتؤدي لكسر عمودي وبتؤدي لقلع السن بالنهايه. هي اكثر الحالات الشائعه اللي عم نشاهدها. طيب دكتور، بالعموم يعني بهذا الموضوع شو في امور يمكن ما بتكون يعني خافيه شوي عن الناس، ما بيعرفوا تفاصيلها ولازم كثير ينتبهوا عليها؟ هلا حضرتك حكيت معلومات مهمة يمكن نحن حتى أول مرة بنسمع فيها، إنه لازم كيف نحتفظ بالسن، نحط له حليب أو الطفل يحطه بلعاب، هي التفاصيل يمكن ما كتير مطروقة. يعني أنا بجوز ما صاير عندي حالة سابقا مثل هذا النوع، فما أعرف شو بدي أتصرف بهيك نوع إسعافي، فنعطي شوية إرشادات للناس شو لازم يتصرفوا بهي التفاصيل، شو لازم الشغلات اللي ينتبهوا عليها، المؤشرات حتى المؤشرات الحيوية. حضرتك قلت ممكن يصير في عنا شيء أخطر من إنه رد أو
شيء بالنسبه للاسنان ممكن يكون شيء اثر على الجسم. تمام. هلا اول شيء نقطتين، في نقطه بالنسبه للاهالي بشكل عام نحكيها قبل ما نفوت بالتفصيل، وبالنسبه للاطباء. بالنسبه للاهالي وهي للاسف اللي احنا دائما انا بنبه عليها مو موجوده، المراجعه الدوريه لطبيب الاسنان وخصوصا طبيب اسنان الاطفال. النقطة الثانية اللي كثير بنشجع الدكاترة عليها، ونحن انا استاذ بجامعة دمشق ودائما الطلاب بنقول لهم عليها، انه يخلوا في عندهم بوسترات توعية بعياداتهم بالنسبة للأهالي. يعني مثل ما قلتي انا ك مثلا حضرتك كوالدة صرت مسعف حاليا، تمام ولسه ولا مرة صايرة معك هالقصة، ما حتعرفي هالمعلومات اذا ما كنتي متابعة. بينما لما انت تكوني بتروحي لعيادة الطبيب وبتلاقي في بوستر محطوط انه اول اجراء لازم تساوي بوستر معلق بالعيادة، لما تكوني قاعدة وانت عم تستني حتشوفي والله محطوط انه لازم احفظه كذا، لازم انتبه على هالناحية. هلا الشغلات اللي لازم انتبه لها بعد الرد مثل ما قلتي، اول شيء في ألم لما عم يفتح تمه ولا لا، خصوصي بالأعمار الصغيرة، ممكن ما يحكي الولد ما يعرف يعبي، بس بلاقي لما عم يفتح تمه عم يدقه، هي ممكن احيانا يكون في عندنا كسر بيؤدي لفك ميلان زاوية الفك، عم يصير في عنده ألم ولا لا، ألم مستمر ولا لا، ممكن مثلا يكون بالأصل عنده مشكلة بسنانه لهيك هو بيتوجع بشكل دائم، لما صار عنده الرض ضل في ألم بقى ما ميزت بيناتهم، لا هذا الوجع عن هذا الوجع، هذاك مثلا الألم بدون شيء، بينما لما عم يفتح فكه وعم يفتح فكه الطفل عم يصير في عنده ألم، هذا مشعر انه الرض عمل عنده مشكله، يفترض اني راجع الطبيب، يفترض شوف عم يزيح فكه على اليمين اكثر من اليسار، عم يحط ايده على تمه ولا لا، يعني هي كلها مؤشرات لازم انتبه لها بعد الرد مباشره بالنسبه للاعمار الصغيره، خصوصي اللي ما بيعرف لسه سواء يحكي او يميز الالم الاسنان على الالم الفك عن الم المفصل. ليه هي النصائح بشكل عام؟ طيب دكتور خلينا نحكي عن الشائعات، هي عفوا الحوادث او ردود الاسنان الاكثر شده، يعني هي الحاله بنقول هون الحل الطبي، هون الحل الطبي، يعني عم نحكي انه كثير بيكون مثلا قاسي او يمكن بعض الاجراءات اذا ما عملنا اجراءات اسعافيه ممكن نخسر السن او الحاله يكون كثير صعبه. هلا في عندنا حالات الحوادث او حتى حالات المشاجرات او اللي هي ممكن يصير في عندنا اضافه لكسور الاسنان كسور بالعظم الفكي. وهي كسور العظم وعند الصغار ممكن انه تتعالج ببساطه، بس عند الكبار خصوصا اذا اثرت على المفصل وصار في عندنا مشكله فيه ممكن تؤدي لمشاكل كثير كبيره بعدين ما بتنحل غير بالجراحه والجراحات الكبيره اذا كانت بتنحل. لهيك نحن بالنسبه لهيك حالات يفترض كل ما كان التداخل اسرع كل ما كان افضل. يعني مثلا نحن اجى لعنا راجعنا شخص عمره 18 سنه في عنده رض ومكسورين عنده الاسنان، ما بس نركز على قصه انه الاسنان مكسورين عنده، لانه حال في عندنا كثير حالات بيصير في عندنا كسر بزاويه الفك والنفطري. هي الحاله ممكن ما تتشخص، احيانا بيكون تشخيصها صعب لانه مثلا بنقول له المريض افتح تمك بالاصل بيكون هو موجوع، بالاصل بيكون في عندنا وذمه، لهيك ما بيكون واضحه عندنا الامور 100%، بنعالج بس الاسنان المكسوره او الاسنان المخلوعه وبننسى هالظاهره. لهيك دائما يفترض سواء طلب الطبيب او ما طلبه يفترض يكون في صوره شعاعيه تنفحص بشكل صح لحتى نحسن نتدارك المشكله اذا كانت كبيره ببدايتها ونلاقي لها حل سريع. يعني بختام حديثنا بدنا نشكرك دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ونتمنى كل الناس يكونوا استفادوا منها. شكرا لك. تسلم يا رب يا عميد.